إبليس الإعلام العربي يتهجم على المغرب وعلى حكومة أخنوش. فيصل القاسم الذي عرف من خلال برنامج الاتجاه المعاكس والذي لا يزال يتفوق فيه على إبليس من خلال تحريض الضيوف على تبادل الشتائم ولما لا الركلة والضرب الذي على أساسه امتدت شعبيته في زمن كان فيه الإعلام العربي يسود فيه الرأي الواحد والبعيد عن النقاش وتبادل الأفكار. فيصل القاسم تخصص هذه الأيام بالتهجم على المغرب الذي حاول تصوير الوضع به مع قدوم حكومة أخنوش بالكارثي مقارنة مع حكومة العثماني. فعلى حسابه على تويتر نشر إبليس الإعلام العربي تدوينة قال فيها: أشاعت إدارة المخزن المغربي بأن رحيل حكومة العدالة والتنمية ستأتي بالمن والسلوى على المغاربة، فإذا بحكومة الملياردير أخنوش تجلد ظهور المغاربة بضرائب حتى على الأكسجين، وقد فشلت رهانات الوهم.